كان في زمان معتقد سائد ان لو حد من الاهالي يعني عنده حد مختلف عن زمايله يتكسفوا يخرجوا بيه او كده. اول ما ابتدينا خلص في دخول سن المدرسه قالوا لنا ما تحاولوش، هو مش هينفع في التعليم. يعني اول ما اتعمل نظام الدمج كان هو في الابتدائيه بنذاكر عادي اللي هو عاوزينه ينجح وخلاص. كنت غالبا بستخدم معاه بالعكس، يعني اقول له مذاكرتك مش نافعه بتاع عشان تستفزه وهو يتحمس، يعني يراجع معايا اللي هو فهمه ونحل اسئله والكلام ده كله اعتماد كلي على نفسه. بالنسبه للامتحانات في اخويا التاني هو اللي يعني ايه بيذاكر معاه اكتر عشان هو فرق سنه بينهم، فرق سنه دراسيه بينهم. كل حلمه نجيب مجموع كبير ويفرحنا انا وبابا. فوجئنا ان هو جايب مجموع عالي. علي حصل على المركز الأول على مستوى محافظة الغربية في ثانوية عامة أدبي دمج 95%. الصبر مفتاح الفرج، وعلي أكبر مثال للفرج والفرح والنجاح. لقينا المدرسة بتكلمنا بتقول لنا علي عنده تكريم في المدرسة لأنه طلع الأول على المحافظة. بابا بقى اطاير بيه ويشيله وهو نزل سجد شكر لله وقعد بقى فرحان جدا مش مصدق. أكتر لنتيجتي أكتر من نتيجتي أنا شخصيا. حب الفلسفة وعلم النفس أيام ما كان بيذاكر ثانوية عامة، فما عرفنا أن كليات الدمج محصورة بين أداب وتجارة وحقوق هو فضل أداب. دي بقى كمان الانضمام لفريق العباقرة كانت قبل الامتحانات على طول، هو كان خايف جدا. بابا قال له دي تجربة حلوة ولازم تاخدها وانت وحظك، يعني هتكمل فيها يا لا مفيش مشاكل. ساك علي قولي مبسوط انك معانا هنا؟ انت بطل سباحة؟ قصة علي مليانة حكم تخليك تعافر وما تستسلمش ابدا لاي حاجة توقعك. ابتدى السباحة كعلاج طبيعي الاول مع اصراره وعزيمته ان هو عاوز يحقق ميدالية ويدخل في البطولة. ابتدت ان هو بقى بطل جمهورية، بطل كاس مصر، منضم دلوقتي في اتحاد الاعاقات الذهنية واتحاد الشلل الدماغي. دور الأهل مع أولادنا القادرون باختلاف دور مش عادي، دي بطولة. علاقتنا بعلي يعني إحنا بنعامله طبيعي، يعني إحنا مثلا لما بنخاف عليه زيادة هو كده هيحس إن هو مختلف، يعني إحنا بنعامله طبيعي عشان هو فعلا شخص مثالي أصلا. بخرجه مع صحابي لو هو مثلا قاعد في البيت زهقان بيخرج معايا مع صحابي. عادة لما بيخرج معايا انا وصحابي يعني هو بياخد الجو مني اصلا، يعني هو حتى صحابي بيحبوه اكتر مني. ولما يحبوا يعني يطلبوا حاجه من باباهم كمان يلا يا علي قول لبابا كذا. فيعني لا الحمد لله نحمد ربنا يعني متقبلين وكمان مساعدينه في تكوين شخصيته الجميله دي. السعاده اللي بتيجي بعد جني الثمار بتكون مختلفه وليها طعم تاني. بكين هي عاصمة إحدى الدول الأسيوية، فما هي إجابتك؟ الصين. برافو عليك إبراهيم، فرحان جدا من الجو. لو هو جاوب دي حاجة كبيرة بالنسبة لي. الحمد لله. انتوا إضافة عظيمة للبرنامج، عظيمة فعلا، روح إنسانية، أخلاق، رقي، حاجة مش عارف أوصفها بشوية كلام، هي تتحس، ما تتوصفش، تتحس فعلا وبصدق من القلب. العباقرة قادرون باختلاف، لا إعاقة لكل صاحب إرادة.